منى فاروق اسم معروف على الساحة الفنية، وزي ما بنقول أشهر بالنار على علم. قصصها كتير طبعا، كلنا عارفين موضوعها مع المخرج العبقري خالد يوسف، وحوار الفيديو إياه اللي كان لفترة قريبة ترند للشهور ولا يزال محدش قادر ينساه. منى طلعت بعدها من السجن وقالت ان محدش عايز يسامحها وهي نفسها تشتغل من جديد. أخدت الفرصة منى، وبعدها أخدت الإقامة الذهبية في الإمارات، وبعدها وهي منطلقة بقى صور مايوهات، تصريحات ساخنة، صور جريئة على الفيديو ياه، لحد ما وقعت عقد فيلم جديد من السبكي هتظهر فيه قريب. طبعا دور البنت اللي عوف في الفيلم هيبقى من نصيب منى. كل ده جميل، ايه علاقة نجم الزمالك وخط وسط المنتخب إمام عاشور بمنى فاروق؟ منى فاروق لمحت من شوية لعلاقة حب بتجمعها بإمام، ونشرت صورة لفتت الانتباه على حسابها على الانستجرام، وكتبت عليها جزء من أغنية ويجز بتاع عفاريت الأسفل. الصورة المختارها الإمام تلميح صريح لحب جارف جوا منى لإمام، لكن هل إمام بيبدلها نفس المشاعر؟ الله أعلم، هنعرف الكلام ده بعدين. لكن حتى الآن إمام معلقش خالص ولا عمل حتى كومنت لمنى فاروق على الصورة اللي نشرتها. جمهور الزمالك اتضايق وزعل من الصورة قوي، وعملوا هجمة مرتدة سريعة على منى، وكانت الرسالة واضحة وصريحة: يا منى ابعدي عن الواد اللي حالتنا، احنا غلابة. جمهور الاهلي مفوتش الموضوع ودخل هو كمان على الخط، وقالوا لها ركزي مع زيزو يا منمن، سيبك من إمام عاشور. منى فاروق وتاريخها معروف وكتاب مفتوح لكل الجمهور، لكن مهم نعرف الناس بلاعب الزمالك إمام عاشور. إمام متجوز من 2021 وحياته الأسرية مستقرة جدا، وبيلعب في نادي الزمالك ومن أسرة محافظة وعلى خلق، لكن دايما العلاقة بين الفنانين ولاعب الكرة مسار جدل وخلاف كبير. عندنا في التاريخ فنانات عملوا أزمات للاعبين كرة القدم، زي مثلا حسن شحاتة وعايدة رياض وهي أخت مراته، ولما اتمسكت في قضية أداب عملت له مشاكل كبيرة أو في الملاعب. ومدحت عبد الهادي لما خطب شمس في 2005 وبعدها ما كملتش الخطوبة، ومدحت فشل داخل الساحرة المستديرة. وطبعا قصة نجم نادي الزمالك جمال عبد الحميد صاحب العلاقات العاطفية الأشهر في الكرة، وجمعته علاقة عاطفية بالراقصة عزة وانتهت بالجواز. وكمان قصة الفنانة هياتم من محمود الخواجة في الثمانينات بعد إشاعات كتير قوي، ولكن الزيجة باظت بسبب غيرة الخواجة وبسبب ما كان بيتقال عليه من الجمهور من أسباب وسخرية بسبب زواجه من هياتم. القصص كتير. تفتكروا بقى مرتضى هيسيب منى فاروق تلتهم إمام وتبعده عن الملاعب؟ قولولنا في الكومنتات.